صوت شجي حفظ القرآن وحبره حتى شنف الآذان وأخشع القلوب، وكان إماما للمصلين وقدوة للقارئين عبر السنين، إنه الشيخ محمد أيوب. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. من مهبط الوحي وفيه كتبت قصة الشيخ محمد أيوب، وبين مكة المكرمة والمدينة المنورة توزعت فصول حياته الهامة، حيث ولد جوار البيت العتيق عام 1952، وحفظ القرآن متتلمذا على يد شيخ القراء الشيخ خليل قارئ وهو في سن 12 عاما، كما حصل على الشهادة الابتدائية من مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة المعارف آنذاك في مكة المكرمة. وكان من أبرز أساتذته المقرئ العلم الشيخ زكي داغستاني، ثم انتقل إلى المدينة المنورة ملتحقا بالمعهد العلمي حيث نال شهادتي المتوسطة والثانوية. أكمل دراسته العليا بالجامعة الإسلامية بكلية الشريعة، ثم تخصص في التفسير وعلوم القرآن في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وعمل فيها عضوا بهيئة التدريس. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. عاش الشيخ محمد أيوب في رحاب الحرمين وفي معية العلماء، فأخذ إجازات بالسند المتصل من عدد من كبار المقرئين، حيث لازمهم فترات طويلة، فأتقن القراءة الحجازية حتى عد من أبرز من قرأ بها القرآن الكريم. ويعتبر الشيخ محمد أيوب من طلبة العلم المجتهدين في البحث عن العلم والمعرفة، فالتحق بدروس العديد من العلماء الأفذاذ، ودرس العلوم الشرعية المختلفة من التفسير والفقه وأصوله وعلوم القرآن والحديث، وجمع التفقه في الدين مع الصوت الرخيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أما الشيخ محمد أيوب المصلين في سن مبكرة، وجذب صوته الشجي المصلين والمهتمين بالتلاوة الحسنة، حتى انتدب لصلاة التراويح والقيام في مسجد قباء قبل أن يقع عليه الاختيار ليؤم المصلين في المسجد النبوي بصلاتي التراويح والقيام لمدة 7 أعوام متتالية، ثم صلى بمساجد متعددة في المدينة المنورة، وقد صلى في سنته الأولى 27 ليلة لوحده في رمضان إماما في مسجد رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أعجب الملك فهد بصوت الشيخ محمد أيوب، فسجل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف له مصحفا مرتلا، وكذلك سجلت له تلاوات في صلاة التراويح والقيام بالحرم النبوي، وبثت في القنوات التلفزيونية والإذاعات حتى يومنا هذا. ذاع صيت الشيخ محمد أيوب في العالم الإسلامي، فانتدب لصلاة التراويح بتكليف من الجامعة الإسلامية إلى بريطانيا، كما قام بعدة دورات لتعليم اللغة العربية في عدد من البلدان الإسلامية، وشارك في العديد من الندوات والمحاضرات فيها. في آخر حياته حقق الملك سلمان له أمنية العودة لمحراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشارك إماما لصلاة التراويح بآخر رمضان في حياته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وبعد رحلة طويلة مع القرآن الكريم معلما وإماما ومقرئا وعضوا باللجنة العلمية في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، رحل الشيخ محمد أيوب في أبريل من عام 2016، فصلي عليه بالمسجد النبوي ودفن في مقبرة البقيع. Mm-hmm.